تشبيهات كلمة الله. لكلمة الله تشبيهات رائعة تخبرنا عن جوانب رائعة من تفردها، نذكر بعضها. فهي 1 زرع. الزرع أي البذرة هو كلام الله، فهي ما ينبت كل صلاح في الإنسان. 2 مطر. كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. فهي ليست فقط البذرة، بل المناخ الصالح للإثمار. 3 نار. أليست هذه كلمتي كنار؟ والنار كما تأكل التبن تلمع الذهب، وهكذا تعمل الكلمة، تحرق الباطل وتلمع كل ما هو كريم. 4 مطرقة. وكمطرقة تحطم الصخرة، وكم غلبت قلوبا تقست من الشر سنينا. 5 لبن. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به، فما أسهلها حتى لأبسط مؤمن عرف المسيح بالأمس. 6 طعام شهي. وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ففي كل مراحل إيماننا هي طعامنا الشهي، فهي أحلى من العسل وقطر الشهاد. 7 دواء. أرسل كلمته فشفاهم، إنها البلسان المطيب لكل أوجاعنا. 8 مرآة. إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً، فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى. ففي قراءتها تكشف عيوبنا وتوضحها لنا. 9 ماء. مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة، لكنها لا تتركنا إلا وقد أعطت لنا الحل لأي اتساخ لحق بنا. 10 سيف. سيف الروح الذي هو كلمة الله.